مواهب بزاف كاينين، راهي 16 والله. لازم انت تامن بروحك وكاش حاجة مستحيل. Il faut faire un grand travail au niveau de la base. ما هي معايير انتقاء المواهب في الجزائر؟ ربما المعيار الأول في اكتشاف المواهب في الجزائر هو الإجابة عن من بعثك. ما عندناش معايير اللي نقيسوا بها اللاعبين، قريب خسرنا موهبة كما يوسف عطا. حياة إدارة نادي الزمالك يعني أحد مسؤوليها قال إن لا ده ما ينفعش يلعب في نادي الزمالك. سنعرض عليكم قصصا لمواهب صنعت الحدث. الدواور هذوك ما امكانيات ما كانش و كان والو. عصافير نادرة تحتاج لمن يضع فيها ثقة. ألف مبروك لسوكا ستارز العرب، صدوق الحاج من الجزائر. نيوكاسل كيما يقول لك هذاك الحلم تاعي، كنت حاب ندير حاجة ربي ما كتبهاش، معليش الحمد لله. يبرز بروز هايل ولكن من بعد سيبو غاب على الميدان. لماذا؟ سيب الناس يجرحوك، انت كيف جوار انت ماك جوار تاع نيوكاسل، انت كيف خيروك وانت ماشي شنو هذيك الهضره اللي تجرح؟ انا ملي كنت صغير كان عندي حلم تاعي باش نحترف في اوروبا.